يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. وفي اول فقره من فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده هنتكلم مع بعض عن كره القدم النسائيه. عندنا ومنورانا مدير اكاديميه النادي الاهلي للكره النسائيه، والمناسبه ده اول لقاء ليها وهي يعني تلفزيونيه، مش كده برضو؟ كابتن اميره يوسف منورانا، صباح الفل عليك، اهلا بيكي. مشرفه طبعا بوجودي معاكم. شرف لينا احنا، اتفضل. الله يخليك، ده مكانك، ويعني لازم كان الجمهور يعرفوا عن حضرتك اكتر، ويعني بوزيشن قوي، بوزيشن جديد ومش فاميليير، والناس اكيد عايزه تعرف اكتر ازاي ابتديتي وبعد كده فكره كره القدم النسائيه اصلا. ولو هنتكلم بقى الاكاديميه بتاعت النادي الاهلي اكيد فيها كلام كتير عايزين نعرفه. اوكي، بدايتي اصلا في كره القدم النسائيه كانت الستارت بتاعت الكره النسائيه في مصر. كان دكتوره سحر الهواري من الرعيل الاول، يعني زي الفل. احنا تعبنا جدا علشان ننشر اللعبه، كان طبعا دكتوره سحر هي اللي دخلت اللعبه في مصر طبعا. فاحنا كنا حوالي 20 25 بنت في مصر كلها، كانت بتاخدنا في اماكن كتير في المحافظات عشان تفهم الناس ان في كره نسائيه في مصر. لدرجه يعني رحنا مهرجانات وكانت بتدخلنا بين ماتشات بين الشوطين، عملت معانا حاجات كتير جدا علشان تنشر اللعبه. لما بدات تنشرها وبدا ان في الى حد ما رواج وقتها، بدا الناس دي تتقسم لفرق وعلى اساسها عملت دوري، وكانت البدايه قبل الدوري كان منتخب كمان. بس وانتوا في المرحله المبكره من الانتشار، كان في مثلا، هل كان في ردود الافعال المجتمعيه؟ هل ما كانتش واخداكوا على محمل الجديه؟ اكيد طبعا. اكيد لا، اكيد ما كانش. اكيد طبعا، هو يعني حتى احنا لازلنا لغايه الان لقطة التنمر دي موجودة، يعني ده الطبيعي، يعني ده المجتمع الشرقي مش واخد لسه برضو على فكرة ان بنت بتلعب كورة، فلسه مش واخدين على النقطة دي، لان مفيش الاعلامية ان الضوء مش متسلط على الكورة النسائية، فطبيعي الناس مش واخدة ان هي تشوف بنت بتلعب كورة، فلازم التنمر. هل اعلاميا ولا هل نقدر نقول سكورز، يعني الفريق مثلا عندنا مش بيصل لبطولات معينه او منافسات معينه، فهو ده اللي ما فرضش، ما كانش اصبح امر واقع. انا بحاول ابقى فار، يعني هل نتيجه البطولات والفرق ولا هو ممكن البدايه كانت ما كانتش بالقوه زي دول تانية، يعني في دول تانية ابتدت بعدنا ب10 سنين واكتر، ودلوقتي واخده ريت تبع الفيفا اعلى مننا بكتير، فاحنا متاخرين. اشمعنى؟ دي حاجه تخص بقى الاتحاد المصري. يعني امكانيات يعني في الاخر مثلا؟ ممكن مفيش اهتمام اللعبه، يعني هي دي حاجه تخص الاتحاد المصري وتنظيمه للعبه واهتمامه بيها. فطبيعي الاتحاد المصري هو المسؤول عن الكوره في مصر، فطبيعي هو اللي مسؤول ان هو يطور ويعلي ويبقى فيه تجمعات منتخب والكلام ده. فهي دي اللي كانت عائق ان احنا نتاخر كتير. بعدين احنا قعدنا من 4 أو 5 سنين ما عندناش تجمعات منتخب، فده خلانا ان احنا الريتس بتاعتنا بتاعت الفيفا راحت في حته ثانيه خالص. يعني هي دي المشكله. حلو جدا. طيب لو احنا اتكلمنا مش عن اللي فات، اتكلمنا عن الوضع دلوقتي. احنا عندنا كوادر رائعه، عندنا دلوقتي اهتمام، الثقافه ابتدت تتغير، ف وير وي ستاند زي ما بتقال، او احنا فين دلوقتي واللي جاي هيبقى شكله عامل ازاي؟ كمنظومه الكره النسائيه اكيد انا ما اعرفش، يعني هي حاليا في الاتحاد في لجنه مؤقته، هيبقى في لجنه منتخبه في الفتره اللي جايه، اكيد هيبقى ليها بلان، واللجنه الحاليه طبعا ليها بلان. انا يعني احنا لسه مستقلين من، انا كنت عضوه في لجنه شؤون كره القدم النسائيه من شهر. تمام. طبيعي في بلان وفي حاجات هما بيشتغلوا عليها، الى حد ما دلوقتي في انتشار عن 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 كذا سنه فاتت. الثقافه اختلفت طبعا. في اكاديميات كتير عملت قطاعات ونزلت واشترت فرق ونزل بيها دوري، وغيرت كمان من شكل الكره النسائيه، طورتها جامد. يعني هي بصراحه التطوير كان من جهود ذاتيه اكتر. اوكي. يعني جهود خاصه. فنتمنى يكون الـ 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 التطوير من داخل المنظومه الكرويه بتاعتنا. طيب تعالي نرجع لبدايتك انت شخصيا مع كره القدم. هل كان في صعوبه مثلا في ان انت تقنعي اسرتك بان انت تمارسي كره القدم؟ يعني بدايتك معاها جت ازاي؟ وخصوصا ان انت كمان ما اكتفيتيش بكونك لاعبه،
انت كمان خدتي مجموعه من الدورات التدريبيه برضو الى اي درجه كان الموضوع ده مفيد بالنسبه لك؟ هو بصراحه والدي ووالدتي عمرهم ما اعترضوا على حاجه زي كده طبعا الله يرحمهم. بالعكس والدي قبل ما يبقى في كوره نسائيه كان بيشوفني اكيد بلعب كوره فور فان، كان يتمنى ان انا امارسها بشكل رسمي بس ما كانش فيه وقتها. والدتي كانت بتروح معايا في كل حته، يعني ماتشات تمارين، توصلني تجيبني لغايه سن معين. طبعا لما كبرت لا سابتني، فهم كانوا سبورتيف جدا معايا. كنت بتروحي نادي الطيران ولا كان قبل نادي الطيران؟ اول نادي كنت فيه كان نادي المعادي المصريه. تمام. وطبعا كان فيه الطيران وكان فيه السيده زينب وكان فيه سموحه وكان فيه الاسماعيلي وكان فيه في المنوفيه لا كان عندنا فرق كتير زمان يعني. طب انا ليه يعني مستغربه شويه الثقافه الموجوده، لان يعني معلش هي ايه الفرق بين كره القدم حتى والعاب القوه؟ يعني العاب القوه المراه دخلتها وبقت بطله كمان ورفعت اسم بلدها، واحنا هنتكلم عن مصر احنا عندنا اسماء زي كده، اشمعنى كره القدم لسه الثقافه تقول لك دي حكر على جنس معين من الناس؟ يعني دي حقيقه مع انها هي لعبه زي اي لعبه. احنا عندنا العاب يمكن اعنف منها بكتير، بس هي كونسبت ان احنا ابتدينا يمكن متاخر شويه. الكوره الرجالي بقالها من قديم الازل يعتبر هنا في مصر. هي اللي واخده الشعبيه الاولى، فلما يجي على سنه 94 وكان الانتشار برده ما كانش بالقوه الكافيه، فطبيعي ان احنا هنستغرب يعني كل الناس. لا انا شايفه ان الراجل هو اللي بيلعب كوره، مش شايف ابدا البنت بتلعب. هل جزء من مرجعيه المفهوم الشعبي لممارسه المراه للرياضه، تعالي نتكلم عن كره القدم بصفه خاصه، هل ليها علاقه باي حال من الاحوال بفكره مثلا ان احنا في العالم العربي يمكن عندنا شويه تحفظات فيما يتعلق بملابس مثلا المراه في منافسات رياضيه معينه؟ بس حتى لو ده، طب ما ده في ما في جمباز وفي باليه مائي وفي حاجات بالزبط. حتى طبيعه لبسها يمكن اقوى شويه كمان من ملابس. لا موضوع اللبس ده ما كانش، ما اعتقدش ان هو عائق، بس هي الكونسبت ان البنت بتلعب كوره. لا انا طول عمري شايف ان الولد هو بس اللي بيلعب كوره. خلاص ما يبقاش يشوف يعني اللي متضايق او بجد يعني حاجه اسحبوا مننا كره القدم كمان. حاجه مستفزه جدا ان انت بتتكلم يعني بهذا المنطق. بس يعني لكن يعني البنات لا عندهم مواهب طبعاً مش طبيعيه. مش طبيعيه يعني. البدايه خالص في عالم كره القدم النسائيه كان من اي دوله؟ لا بصراحه حاليا مش متذكره بس عموما اوروبا طبعا امريكا طبعا. وعلى فكره من زمان يعني من سنه 1920 حاجه كده يعني، من زمان جدا. يا احنا الدرجات دي متاخرين جدا جدا. وفي افلام وثائقيه. لا 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 كان في افلام وثائقيه عنهم وكان ليهم لبس معين وطبيعه معينه لا لا يعني الموضوع من زمان. طيب خلينا نتكلم برضو في اللي جاي ونقول خلاص احنا دلوقتي نتكلم عن اكاديميه النادي الاهلي الكره النسائيه. خلينا بقى نعرف من حضرتك تفاصيلها اكتر عشان برضو الناس اللي حابب يعرف عايز يودي بناته. هي الفكره كلها النادي الاهلي طبعا حاجه كبيره جدا ان هو يعني ياخد الخطوه المهمه دي. فالنادي الاهلي هيبقى ليه دور بارز جدا جدا في تطوير الكره النسائيه لمجرد اسم النادي الاهلي، بشعبيته باحترامه للمجتمع، هيزيد حتى احترام المراه كمان للمجتمع يعني بدون اي حاجه. فالحمد لله الخطوه اتخذت انه ينشئ كره نسائيه. فهو في بلان موجوده في النادي، بس البلان دي هتبقى على المدى الطويل شويه. هنبتدي واحده واحده، لان النادي الاهلي عموما لا يمكن ان هو يدخل في حاجه مش دارسها كويس ومش فاهم ابعادها طبعا بالزبط. اكيد وكمان لازم تنجح، ان الاهلي كيان واحنا طبعا متعودين ان دايما الاهلي في مكان تاني افريقيا وعالميا. فطبيعي جدا انه هنبتدي الموضوع بستبس معينه. هنبتدي الاول باكاديميه لغايه ما نشوف الستب اللي بعدها. هنبتدي كمان بالفرع الرئيسي بالنسبه للاكاديميه، هيكون فرع مدينه نصر. وده هتكون البدايه منه من 1/8. 1/8؟ من 1/8. يعني بعد العيد هيبتدي فتح باب الاشتراكات من داخل اعضاء النادي ومن خارج الاعضاء. والاختبارات هتبدا امتى؟ لا هو الاكاديميات ما بتبقاش اختبارات. ما فيهاش اختبارات؟ هي اي بنت عايزه تمارس كره القدم من سن 2016 2016 لغايه 2009 حاليا. اوكي. ده دي المرحله الاولى.
من 2016 ل 2009 احنا موجودين. مواليد يعني؟ مواليد فاحنا موجودين طبعا. اكيد النادي هيعرض الايام وهيعرض التوقيتات، فاحنا موجودين للخدمه لاعضاء النادي والخارج اعضاء النادي. يعني من اول سن 14 سنه تقريبا؟ لا من سن 2016 يعني، بنتكلم في 5 سنين. اوكي انا عكست. اوكي بالظبط. لغايه 14 بس؟ لغايه 2009. 2009 يعني بنتكلم في 10 سنين او 11 سنه. لا ما تحاوليش تسالينا في ارقام يعني الصوت. هنحاول. عجبني الموضوع ده. لا وبتبص لنا مستنيه نساعد. يعني اي مساعده ما تسيبونيش لوحدي. يعني احنا الصبح بنبقى يعني يعني يا ريتني ما سالتك السؤال ده. يا ريتني انت كمان بتسال اسئله. انا مش عارف انا بحبك. هو الناس فاهمه. الناس هي متفاهمه مع نفسها. طب عايز اغير الموضوع. طيب بالنسبه بقى لدورك كمدربه كمان حضرتك يعني لجانب ممارستك لكره القدم كمان دربتي. صح كده؟ او دربتي شباب وشابات. حقيقي. كان في صعوبه في تدريبك للشباب او كان في صعوبه في تقبلهم لفكره ان مدربه اللي هتدربنا مش مدرب؟ بس ولا الدنيا مشيت بنفس. هقول لحضرتك على حاجه. احنا كل ما الاجيال يعني كل ما الوقت بيعدي الاجيال بتتطور. اوكي. فاحنا بقى عندنا الجيل ذكي جدا، ففاهم فعلا هو بيستفاد او مش بيستفاد بصرف النظر عن مين الشخصيه اللي بتمرنه. هي اهم حاجه في مكونات في المدرب كاريزما وشخصيه وعلم وانتفاع. فهو طالما اللاعب لقيها تصرف النظر عن كونه ولد او بنت فخلاص هيرتضي بالامر الواقع. طب انت شخصيا لقيتي صعوبه في توجيه اللاعبين اكتر من اللاعبات او العكس؟ لا خالص نفس بالعكس. البنات ملتزمين اكتر. لا متدلعين شويه. الله. يعني البنوته لما بتلاقي لما بتلاقي كوتش معاها بتسمع كلامها طبعا وكل حاجه يعني اكيد. بس هي طبعا لازم تتدلع شويه ولازم يكون في ألفة بين المدربه والبنات. الولاد بياخدوا الموضوع على محمل الجد جدا لان هما شايفين ان طالما بنت بتمرنهم يبقى هي البنت كواليفايد كفايه ان هو يسمع لها. لكن مثلا بالنسبه له لا، الرجاله او الكوتشز الرجاله كتير. فطالما بنت بتمرني فانا مقتنع ومستوعب وشايف في ارض الملعب ان في حاجه مختلفه. فطبيعي بيبقى كونسنتريتد قوي مع يعني مع البنت يمكن اكتر. عندنا نماذج كتير موجوده في مصر بنات مرنت اولاد وفريق اول. عندنا النماذج دي موجوده يعني مش انا لوحدي. ممكن اقول لك على حاجه انا قلتها قبل كده في البرنامج كذا مره يعني، بس انا كنت بلعب في نادي الطيران مع سحر الهواري فتره بس ما كملتش. فعلا؟ والله ما كملتش. كان عندي ابتديت بس ابتديت كبيره، ابتديت عندي 13 سنه وبس ما كملتش. ايه المفاجاه دي؟ لا بس انا بعرف العب كوره والله. فعلا؟ نبقى نجرب مع فريق الشمس في النادي. يلا. خليني اسالك عن حضرتي كذا مؤتمر الاتحاد الدولي للفيفا، فخلينا يعني برضو ناخد الاكسبيرينس او ايه اللي انت استفدتيه وازاي ممكن برضو نفيد بيها. الفيفا او الكاف عموما المنظمتين دول بيهتموا اهتمام مش طبيعي بالرياضه النسائيه وطبعا كره القدم النسائيه يعني. فالناس دي بتهتم جدا 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 بانه في بنات كواليفايد في حاجه اذا كان اداريا او فنيا او اللعب عموما. فهم اوريدي بيهتموا بالجزئيه دي جدا. فلكي ان تتخيلي ان حضرتك بتبقي موجوده في مؤتمر فلاقي السبوت كله عليك انت لمجرد ان انت حاجه تبع الرياضه الكره النسائيه. كان من ضمن المؤتمرات ان انا كنت واخده دبلومه تبع الاتحاد الدولي اسمها سي اي اس. الدبلومه دي متخصصه في السبورتس مانجمنت. فطبعا كان ليها مديولز كتير اخذناها على فترات. فطبيعي كان في انيفرسري يعني بمناسبه ان هي عدت 10 سنين. تمام. فطبعا اخذوا استضافوا مننا كما عنصر عشان نبقى جيست سبيكر في المؤتمر ده. وازاي نعرض ازاي استفدنا من الكورس ده في حياتنا العمليه. فوقتها طبعا انا طلعت ببرزنتيشن لطيفه انه لا الدبلومة دي فادتني ازاي بكل تفاصيلها. اختلفت معايا طبعا اكيد بتاخدي اكسبيرينس افضل بتتشافي بشكل احسن. بيبقى مستوى علاقاتك بيبقى يعني بيوسع. طبعا بتقابل ناس كتير فممكن تتكلم معاهم فتستفاد اكتر بمعلومات
لان الناس اللي موجوده قويه جدا اذا كانوا مصريين او مندوبين تبع الفيفا. جميل، حاجه طبعًا مهمه جدا طبعًا الحقيقه. طبعًا طب برضو ما عرفناش منك بقى كواليس توليكي لمنصب مدير اكاديميه الاهلي للكره النسائيه. طبعا دي جت ازاي والبوزيشن ده كبير يعني جداً كبير جدا وان شاء الله ابقى قد المسؤوليه ليه. الكواليس انه هي يعني انا ما اعرفش اللي حصل ايه بين مجلس الاداره ولجنه التخطيط الكواليس بتاعتهم، فاكيد اتعرض عليهم سيفيهات، فالحمد لله وقع الاختيار عليا. فكلمني شخص من النادي انه كابتن زكريا او كابتن شطه محتاجين انه يقعدوا معاكي علشان كذا كذا. فانا طبعا يعني قلقتي اكتر بفرحتي ولا فرحتي اكتر ما قلقتي؟ هو تحدي كبير، هو تشوك بصراحه. كان ما بين الفرح وما بين القلق وما بين المسؤوليه طبعًا. وما بين ان هو يعني الواحد اصلا في حياته كلها بيجتهد وبياخد كورسز وبيتعلم علشان يوصل لحاجه كبيره. فانا بالنسبه لي الاهلي يعني خلاص، يعني الموضوع منتهي، ده الطب او الطب عندي يعني انا مش محتاجه حاجه بعده. فطبعا رحت طبعا واتكلمت مع كابتن شطه. هو شخص اب يعني. ايوه حقيقي بجد، لا يعني هو اب راجل جميل تمام. الناس كلها المنظومه كلها بتتعامل يعني معايا انه هم عايزين يساعدوا، هم بس عايزين يساعدوا يعني بس يعني كل الناس اللي موجوده من مدير مالي لمدير فرع لكابتن شطه شخصيا ناس مش طبيعيه بجد. يعني حسيت بروحها مش طبيعيه ان انا داخله مش حاسه ان انا هبقى داخله على حاجه جديده ولكن فيها تحدي وفيها في نفس الوقت دعم كبير جداً من كل الافراد جدا تمام. فطبعا قعدت مع كابتن شطه وبدانا نحط البلان المبدئيه كستراكشر للمكان وهنفتح امتى الاشتراكات والحاجات اللي هي البسيطه دي مبدئيا. واكيد طبعا الفتره الجايه هيبقى لينا اعداد كتير عشان نبتدي نكمل البلان. ودي البدايه، احنا بنتكلم في لسه اكاديميه، نخش بقى على الناشئات بالظبط ان شاء الله. فطبعا عشان نبقى جاهزين للنقطه دي فاحنا بنحضر يكون لنا قطاع، يكون لنا مواهب طبعًا. ناسس ندي دورات للمدربات الاداريات لانه عايزين نتارجت بشكل اقوى ان الناس اللي تبقى شغاله بنات. كفايه بقى يا جماعه، هي لعبتنا واحنا اولى بيها. مش انا هتفق معاكي على حاجه بقى، هتفق معايا حلو، احنا اولى بيها. احنا الوقت خلص ولكن وعدينا ان احنا اول ما تبتدوا ان شاء الله هنيجي نصور معاكم تقرير خارجي، وهيبقى اول تقرير هيتعمل في قناه الاهلي باذن الله، ونصور الاكاديميه ونشوف التفاصيل ونعمل لقاءات مختلفه، ويا ريت طبعا يكون في عدد كبير من المتقدمات. وانا واثقه اكيد ان ده كلنا كابتن اميره. شكرا لك يا كابتن اميره، دورت الدنيا كلها وموفقه يا رب ان شاء الله في اللي جاي كله. ميرسي. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقرات الحواريه في حلقه النهارده. اتفضل.